هون على بياض نابلس وسط البلد صارت، والطبيب عشان خبرته العالية أنقذه لسه قبل ما يجي الأمبولانس. نزل أشوف الأمبولانس على وسط البلد، نص ساعة ساعة لا يوصل. طب كيف أنقذه؟ نص ساعة ساعة هلا بتعرف كيف أنقذه؟ وفي عندنا هلا شو اسمه ايمرجنسي كيت. لازم هلا مش بس لازم تكون، ونعرف كيف نستخدم وامتى نستخدم. طيب في اي وقت انه البيشن صار ان ريسبونسيف، مش استجابه، لا باخذ ولا بعض، ولا تنفس طبيعي، ونو بلبل بلس كونسر دايجنوستيك ريسبيرتوري اند كارديك اريست، طوال اعمل له ايش؟ سي بي ار. وقلنا لازم نكون متدربين ومتاهلين لهي الحالات. والديفيبريليشن بالكرنت دوكيومنتيشن. السايز اوف ريكفري شفت انه رجع لوعيه. الريسبيريشن بلش يرجع للنورمال. كمان السايز اوف ديتيريوريشن ممكن إذا ما استجاب لنا شبه مغيب، كمان هبوط في التنفس وهذا مشكلة كبيرة. طيب من أهم العلاجات بعد ما عمل له السي بي آر أعطاه 3 حبات اسبرين. قال له عليكم بسرعة، قال له سامعني؟ قال له سامع. قال له بس أنا حاسس في غباش في عيني ووجهي وإيدي. قال له بسرعة خذ، بس إذا واعي. قال له إذا واعي مدرك. قال له شو اسمك؟ أعطاه له شو اسمي؟ قال له اسم الطبيب، وقال له اسم العيادة ووين موجود وبأي عمارة وبأي طابق والقصص. قال له خذ بس 3 حبات اسبرو. حالك شو هو خبر الأمبولانس وخبر الامبولانس وقتها كان، بس وقتها كان لسه ما كانش ازمه البلد، هذا الحكي 15 سنه. اجى الامبولانس خلال 10 دقائق بس انقذه. سمع يا شباب، انقذه ب3 حبات الاسبرين. وقال له اعليكم كمان. تمام؟ تمام. وصحصح بعدين ب5 دقائق 100%. طب ليش اسبرين يعني؟ انت اللي جاوبني. شو ليش اسبرين؟ انا بعرف انه ميه بس. طيب مش عارف انه عنده ميه يعني. ها؟ مش عارف انه عنده ميه. شو عارف؟ مش عارف انه عنده تخطر. يا رجل ستروك، بقول لك قول لي شو؟ ستروك. شغل له كمان ايش راح؟ له اكسجين على السريع 10 لتر. على السريع. طب هذا لو عند طبيب مش متمرس ولا عنده خبره بهذا الموضوع. طبعا 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 عشان هيك مهم جدا. قلنا من أول سلايد العلاج للإمرجنسي كيسز إيش؟ تمنع حدوثها من الأصل. بريفنشن حكينا صح؟ كيف بريفنشن حكينا؟ بهم جدا ناخذ على البيشنس هيستوري، ميديكال هيستوري. إذا عنده أليرجيك من أكل ولا من شربة، ولا بقول لك أنا بتحسس من طبخة العكوب، ولا من المعجنات، ولا من الملوخية، ولا من المقلوبة، بغض النظر مش تاخذها بهزلية، لا مهم جدا هذا الحكي. طب هي الشاي لحاله قصة بيأثر على الأكل، لا؟ اه قديش نسبة الامتصاص بتأثر على الأكل؟ عم تدرى رقم تطبيق؟ بمنع امتصاص مادة الحديد. لو هو بصحته ليه؟ ليه؟ وجدوا الشاي في مادة اسمها الفايتات. هاي الفايتات تعمل على منع امتصاص الحديد وتكسير جزيئات الحديد، وبتصير كومبلكس معاه، وبالتالي الحديد ما في فائدة. يا عبد تعال، عبد انت عبد عبد لو
حط نقطة تمام، النقطة الثانية ولا سهل، حطوه مع كومبلمنت مع فيتامين سي. أي إيش فيه سكوربيك أسيد أو فيتامين سي بالعكس بيعزز من امتصاص الحديد وبيمنع تأثير الشاي على الامتصاص الحديد. ليه؟ لأنه مادة الفيتامين سي أو سكوربيك أسيد بتكسر الفايتات. أي معلومة؟ أي معلومة؟ فبالتالي بصير امتصاص. هلا في ناس بقول لك ما بحب أفطر إلا مع الشاي. قول له ماشي افطر بس حط لك نقطة حامض. أهل زمان كانوا يعملوها كثير. حط نقطة حامض. على الشاي عشان مادة الفايتات تشطبها اللي بتأثر على امتصاص الحديد. شو بتأثر بالضبط على الفيرودوكسين مثلا؟ شيء زي هيك. كيف؟ الفايتات بتأثر على الفيرودوكسين هذا اللي بخزن الحديد. بيمنع امتصاص الحديد 100%. سمعتيها يا سديد؟ طيب والجراند مال سيجر كثير بنشوفه برضه بعيادات الاسنان. عندكم مشروب عصير؟ عندكم سنه خامسه صح؟ مشروب ستوب او مس ميديكيشن. حسب ما نعاني معهم المرضى اللي عندهم نبات الصرع بيلاقي حاله زي الفل اسبوع اسبوعين من دون اي نوبل. بقول لك ايه بضل اخذ الدواء، بطل ياخذ الدواء بستنكر من وراء اهله وخلص واموره كويس. فيش تلاقي الرابع يوم اسبوع الرابع خمسة ايام على الدوار برجرج وعامل ازعرين وقصه وحدوته، يا بمكان عمله يا بمكان شغله يا اجت حظنا عنا بالعياده. ستوب او ميز ميديكيشن with exposure to stressful or triggering situation. As the seizure starts, في عنا الأورا. إيش عن الأورا؟ flash of light, mental confusion, except salivation. Except salivation. كمان typical the patient loses the consciousness وهي مشكلة كبيرة. بينما السكيلتال مسل ايش بلش؟ كونتراكشن بطريقة مش طبيعية كمان. يعني التيروسين والمايوسين والاكتين بيركضوا أربعة بعض. سامعين فيهم التيروسين والمايوسين؟ طيب البيشنت كمان بصير ابنك ساينوتك كمان ممكن احنا دائما نخاف من مرضى الصرع ايش؟ يعد لسانه ويبلع لسانه. فمن اهم شيء بداية الطوارئ تاعون التمريض جاهزين لهي الحاله دائما. بشوفه برجرج قبل ما يعطيه الدايزيبام او اللورازيبام او الميدازولام يا شباب تمام؟ تلاقي مد ايده مسك. والله في بتذكر في المستوصف قعد شهر ونص الدكتور لا وعملوا له عمليه جراحيه عبد ايده. صارت والله المريض انه فرم وفرم. شو الكهرباء؟ كهرباء اسنان عم تضرب على بعض. الله يعينهم مرضى الصرع الله يشفيهم ويعافيهم. تمام؟ هذا الدكتور الله يسهل عليه شبه الريست هذا راح. سحب له لسانه عض ضرب ايده. عدوا شهر ونص عملوا لهم اكثر من عمليه عشان فتفت لان هون الريست كله بالمصل والصفحه كلها. طيب البيشن كمان معنا التونيك كلونيك فيزز المصل ريلاكسيشن ممكن تصير فولد باي مصل كونتراكشن هون ويفز. هاي ويفز زي البلانتري مصل موفمنت. بعديها ممكن زي ما حكينا يقسي حاله ويزن اللي كمان بتعامل معه وهو مش صح هسه مش واعي. موضوع كمان في السيطرة على اليورين بصير انكونتيننت اوف يورين والستول السيجر فولد باي بيريود اوف دراوزنس كونفيوجن اكستريم فاتيك. طبعا تعب شديد بعد ما يصحصح وتروح عنه النوبة
بتعب تعب شديد طمش وجسمه كله مخضر ساتيبلتي مش طبيعي. الساينز الريكفري بيشنت ريجينز كونشسنس ريسبيريشن نورمال اجين. اهم شيء نقول له حافظ على تناول ادويتك. طيب هلا صارت هاي الكيس عنا في الطوارئ والويك ويك لسه مش واصل، الامبولانس مش واصل، شو موجود عندي في الامرجنسي كيت؟ اتعامل مع هاي الحاله. وكتبت لكم درستوا هيبنوتيك، درستوا الانكزيرتيك والهيبنوتيك، درستوهم، حكينا في عنا الدايزيبام واللورازيبام والميدازولام من اهم الادويه المستخدمه للإبليبت للابيليبتيكا ستاتس للحاله زي هاي اجت النوبه. تمام، بنعطي الدايزيبام واللورازيبام. قبل ما تتعامل مع الادويه كمان اذا حاطط دوسكشن ما سكشن، اذا حاطط اي اغراض كمان على الطواحين او شيء، قيم كل شيء. راحت ايدي قيم كل يعني صارت اه؟ ايه بتروح. طيب بقول لك بدك تعرف راسها مع نفس الكلام صح؟ بتعذب كل الاغراض. خلص ايدها الحمد لله بعرف. الحمد لله. طيب all ablutions should be removed من الماوث as fast as possible عشان نضمن انه ما يدخل شيء على رئته ويصير اختناق. تمام؟ وكمان make no attempt to put anything in the mouth or between teeth. هدي على السوباين بوزيشن، احنا كلنا معظمنا ايش نهديهم الحالات على السوباين بوزيشن اذا بنقدر كمان. تمام؟ ايو بيتر اف اون ذا فلور على الارض واي اغراض حواليه. كيف السوباين بوزيشن؟ كن على ظهري. كيف السوباين بوزيشن؟ ولا البرون بوزيشن؟ ولا اللاترال بوزيشن؟ لا بعرف بس الاناتوميك. شو الاناتوميك؟ ما انا بحكي لك بعرف بحكي لك بس الاناتومي كالبوزيشن. لا هو الاناتومي كالبوزيشن احنا خدناه انه بس هيك وهو بس خلص والسبان احنا خدناه بس ما اخذت اناتومي؟ بلا بس سمح لي اسعار فاز الاناتومي على بولش او بولش الاناتومي على ظهره ما تدعو على ظهره كمان قيم اي اغراض حواليك كمان. وهون after conversion make sure the airways are open. انتبه انه لسانه مش مبلوع مهم ولا في بايتنج. بلش بالاكسجين. ارجع لورا ارجع لورا. شرطك في مجال بس الواحد يبدا لسانه انه في اسعافات يرجع الاشي يرجع الاسعافات. هلا هو كشخص بيقدرش في اشي ان كونشس ممكن يروح اكسجين ممكن يصير له اختناق. طيب تمام. ما هذا اصلا التمريض اللي بيعمله بالطوارئ عاده او الطبيب الموجود عشان ما يبلع. شباب التمريض بيكونوا كثير مهمين. لازم اذا لحقوا اذا لحقوا يا مناصب توفق من هاي إذا لحق. إيه إذا لحق يفتح التريك. في أحكام الدكتور بألم كبير. في الطوارئ ألم ألم الكبير نفسه نضربه فيه. مكان معين. عشان نسمي تنفس شغلة. لأنه أحيانا لحقوش. أنا هاي بدها شغل إجراء هاي بدها ساعتين جهاز عملية التريك. باي باي. لحظات هذا الكلام. طيب فاوز للبرولونج كونفرجن. شو يعني برولونج كونفرجن؟ إذا طولت أكثر من خمس دقائق أو ريبيتد كونفرجن أعطي أي في دايزيبام 5 إلى 10 ملي جرام أو أي في إيجيكشن أو ميدازولام 1 إلى 5 ملي جرام. مش أنتي فاندر تدعو؟ أي في وأي في مش أنتي فاندر لورازيبام؟ أنتي فاندر صح؟ دكتور ليش ما أعطي أي إم؟ موجود وعندك في عيادتك لازم يكون موجود بس صارت تقنية اي في
ايش؟ بكون اصلا بكون بحاله اهتزاز بكون اسمه مهز بن عطايه صعب تثبت توصل بن عطايه بن عطايه كل موست كومن عطايه افضل افضل هاي الحاله افضل بعد ما يهدى طلع 10 ملي جرام اوروماكوزا سوليوشن للميدازولام بنعطوا على البكر سايد الماء مونيتور اند ريكورد فايتال ساينس بيكون واصين شباب الاسعاف بعد ما يكمل نحط الاسعاف بعد ما يكمل نحط الاسعاف على اللورا سيبام او الميدازولام بيهدى بسرعه لأن زمان قال هاي هو وقتها كثير شو يا أمل هيدا زولام أنت فانكر؟ ها؟ شباب شو يا حمزة؟ أنت فانكر؟ ولا شو؟ شو يا حمزة؟ صبايا أنت فانكر صح؟ ولا؟ كبايرة طمعين التيربينافين انتي فانجل بس مش نهايته يلا تعال تعال انتي فايرال دكتور انتي فايرال انتي فانجل مو ميدا زولام ولسه لورا سيسا انتي كومبانسا ولا لورا زيبام وداي زيبام بس ما رأت علينا هاي مزبوط انا بعرف انه انت فنكر ميكونازول ميكونازول وكيتوكينازول وكيتوكينازول هي مجموعة الازول مش الرزول بدو مجموعة الازول لا ولك هدول اذا مجموعة الانسز إذا مجموعة الأنسز بدو مش كريم لا إذا مشتقات المورفين البنز دكتور هذول لا مش أوبيويد لا أبيض ولا أوبيويد ما كنترول طيب لا أوبيويد ولا أوبيويد هذاك أنا هاتس إكس دكتور بنزو دايزامين أيوة بنزو دايزامين لا بنزو دايزامين بنزودايزامين هيبوغلاسيميا برضه بتصير في عياداتنا هبوط نوبات السكر بتسمع كثير من الدكاترة حبيت احكي لسانه من صار بلينجي ولا ديك متروجليسرين لجماعة الانجينا والام اي هلا واحد لا سمح الله نزل السكر معه شو نقول له؟ لو ما عندناش شيء هلا روح جيب لك بسرعه حبه شوكولاته ولا عصير فش لهذا ولا هذا بقول لك جيب لي علبه السكر انت ما عليك وحطها بدل سمي وشربه ضيق كنتر وانا نفس الحال طب الهايبوغلاسيميا يكون البلد جلوكوز اقل من 70 وفي دراسات تقول اقل من 60 الموست كومن كوز بيكون المريض عاده باخذ انسولين او اورال انتي دايبيتيك ايجنتس ادويه الحبوب التايب اورال دايابيتس اورال انتي دايبيتيك للتايب 1 صح والانسولين للتايب 2 الانجكشن للتايب 2 الاورال تايب 1 الاورال اورال تايب 1 ايش الفرق بين تايب 1 وتايب 2 بالدايابيتس في فرق شو الفرق واحد بيكون تايب 2 مشكله تنصير واحد زيتك واحد في ريسبتور واحد في واحد تايب 1 بيكون زيتك اللي بيكون يعني من طيب علاج التايب 1 لا تنسوا لي بس لايف تايم اورال بس لا في ستايل موديفيكيشن وال التايب 2 دايابيتس مش انه لايف ياثر على الريسبتور دائما يعني مش انه طيب استنى شوي وعلاج شو هو التايب 1 خلص الريسبتور بس ما نقدرش نطيح حبوب بهاي البيض الكلوكوفاج هاي ما نقدرش نطيحها التايب 1 نطيح ريسبتورز احنا
التايب 2 باثر على ريسبتور، فما يعطي شيء اخر. تايب 1 يا جماعه شو الفرق بين تايب 1 وتايب 2؟ تايب 1 بيكون جسمك بيتجه كثير انسولين، بشكل عام ما بيتجه انسولين. فيش انسولين. تايب 2 زيرو انسولين. وات ذا بيك ياس؟ منتهي بيفكت. التريتمنت اسمعوا يا جماعه مهم جدا هذا الكلام، تكوش دامنه. التريتمنت للتايب 1 فقط انسولين. لا اورال ولا حميه ولا غيره، الحميه اوكي متفقين عليها، بس انه الاصل لا اورال ولا جلوكوفاج ولا غيره. تايب 2 بيجي على بعد الثلاثينيات او الاربعينيات، ومين اللي السبب الفاكتور ساعته ايش؟ الاوبيسيتي. عشان هيك المريض هذا ممكن، بس نعطي برضه الانسولين اذا فشلنا في الاورال انتي دايبيتيك ايجنتس مع الناس اللي ما عندهم حميه بتايب 2 بركنوا بصيروا بقول لك انا باخذ دواء روح باكل له كيلو كنافه. ترى له علاقه بالوراثه كمان غير الاوبستي؟ طبعا بحس وراثه اكثر من طبعا. لا والاوبستي كثير بتلعب دور، بس هو بس السيري والضغط والكارديو فاسكولار والمشاكل. طيب هون قلنا ممكن انه يكون المريض ماخذ حبه ال دواء السكر او ماخذ ابره الانسولين ومش مفطر بعديها مثلا او مش ماكل، صار عنده ايش؟ هايبوغلاسيميا. ممكن كمان هيفي اكسرسايز انكزايتي انفكشن برضه بأثر على هذا الكلام. قدر انه الساينز والسيمبتومز نعرفها كلنا، كيف بتعرف ان هذا المريض عنده هايبوغلاسيميا؟ بلش ايش؟ اكثر عارض للسويتنج، تعرق، تعرق شديد، بقول لك بردان بردان بعز الصيف، بقول لك بردان تمام؟ كولد سكين، بيلر، انكريس هارت ريت، سلار سبيتش، ليثارجي، تيردنس، كونفيوجن، وان كونشسنس. بلش يفصل الكمبيوتر تبعه. المانجمنت اللي بدنا نفس الشحوب المانجمنت اذا والله المريض لسه مصحصح وشوي واعي تمام، نقول له خد عصير، خد جلوكوز تابلتس، هذا في عاده في جلوكوز تابلتس موجود 4 لـ 5 حبات، او فروت جوس، او 3 معالق سكر بكاسة مي كبيره، بدائل رائعه. في سؤال 2003 هلا مش ناسي العلوم التكنولوجيا بكليه الصيدله، اجانا سؤال عنا مريض هايبوغلاسيميا، حط لنا 4 خيارات، حط اورنج جوس وحط كانتي وحط كولا تمام وملك، والخامس بول اوف ذا بول لا لانه ممكن يكون معاه رد عاده بالفاينل، بسهل عليه بالفاينل رد عاده ما عندكيش في البيت ولسه مش واصل المستشفى او اي مكان الا حليب. الفاضي ممكن معاه رد عاده ما عنده حليب. ما يشرب حليب شو؟ يشرب حليب يشرب؟ بيرفع له السكر؟ مو في سكر قبل ما يحلل واخسر ايش كل وقت. ليش هو ليش هو بوليسكراي؟ لا داي داي واللاكتوز ولا ما تسوي؟ لاكتوز. طيب اللاكتوز سكر ايش؟ داي داي سكرايد ولا مونو سكرايد؟ داي سكرايد. يعني بطول لك السر بس منو؟ مين الواحد؟ جلاكتوز 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 فركتوز واللاكتوز تاي سكرايد جلوكوز وجلاكتوز بس بظبط تعطي حالة الهايبوغلاسيميا.
بس السؤال اول شو جواب السؤال بيه هو اطول عشان السؤال شو جواب ايش غير الحليب موجود امامك لا في عادي اي شيء متوفر هناك في سكر ما هو في سكر يعني زي ما حكى لك امس بتوافق صح اسمعك ما لا لا مش شدج بين تخبطنا بس مش طيب سؤال مد شو معطيه سؤال مد انا ضباب ولا مد اي شيء في سكر قدام الواحد بيعطي أنا صار السؤال جاي. الحليب لا ممكن يرفع لنا مستويات السكر أصلاً كان زمان بيحبوا الناس يحلوا لك الحليب يعني هم حلوا إنه فيه هم حلوا اللاكتوز حلوا محلوا برضه مش مستوى الجلوكوز ولكن محلوا. أيه أخبر معي. دكتور عندنا سؤال إنت من 2003 في الفايروس خلاص. حاضر. هذا ولا عمرنا شفنا صلاة زي هيك. احنا بس كتب بنشوفها. احنا نقرا الكتاب بس. احنا عتاده مش عم نقرا. حاكي مع الويكلي حاكي مع الويكلي مع الامبلانس. تمام؟ واذا بدك تعطي ايش؟ اي بي. عادة احنا بالطوارئ بنعطي ديكستروز. ديكستروز. بس في كمان موجود الطوارئ اللي هو الجلوكاجون 1 ملي جرام اي ام انجكشن بديادك دوز اقل من 8 سنوات او اقل من 25 كيلو بنعطي نص ملي جرام جلوكاجون. جام سؤال يا حرام بالانكمبليت 17 كيلو وزن الطفل احسب لنا جرعه الليدو كان حسبوها جابوها فرع بي قلت لهم الدنتس كاتب له سكر فلوكساسين اعطينا الدوز تاعته سؤال قديش جرعه السكر فلوكساسين لهذا الطفل ما احنا حكيناها بال هذا كنت ترنت كده حكيناها احنا لا ما حكيناها قصدي يعني حكينا نفس السؤال وجاوبنا عليه اوكي هذا حطها ببالك عشان هيك يا انا سيده الحمر مينلي الدوغ لازم يكون عندنا في العياده يا انت بتشتريهم بانفراد او بتروح مع مستودع الادويه ومستودع ادويه الاسنان ساعه بيجيب لك اياها هيك بيجيب كونتينر صغير تمام امرجنسي كيت بسموها فيها اكسجين وفيها ادرينالين وفيها نيتروغليسرين وميدازولام والقصه كلها هي اللي اخذناهم تمام كل التفاصيل موجود فيه المهم كيف هاو تو دي كيف تتعامل معها وين تتعامل معها هون كمان يكون عندك يا حمزه براكتس كيف تعمل بي سي ار سي بي ار بس عن جد سؤال فضول بحساش بي سي ار كورونا سبيسيفيك للكورونا الفحص لا بس انا عرفت في وقت فحص البي سي ار فحص البي سي ار سبيسيفيك للكوفيد لا قديش كان دكتور الكوفيد؟ قديش دكتور قد الاكيوريسي تاعته؟ 100% لا سبعين. يعني ممكن الناس اللي اعطوا انهم بوزيتيف ما يكونش كوفيد 60% يدوب 60 ل 70%
ما مش دلالة مطلقة انه كوفيد كان يلقط اي فيروس في ار ان اي. الجينيتك ماتيريال بتكون يا خمسة ار ان اي فيروس مش بيعنى الار ان اي والدي ان اي كان يلقطها على اساس انه في والله هون بوزيتيف ولا نيجاتيف موجود ولا لا. بس مش سبيسيفيك للكوفيد. سي ار بي مثلا بي سي ار اكثر سي ار بي كارديو سي بي ار ايوه هون عندك هون معرفة عالية جدا ومهارة فيه تمام. وزي ما حكينا بهمنا جدا هي ديزاين بورشيز الابروبريت امرجنسي كيت بيلعب دور مهم جدا وكمان كورس الامرجنسي تريتمنت هذا مهم جدا. والستاف اللي عندك في العيادة كمان دربهم عليه مش والله لحالك تكون انت اللي بتعرف خلص تخرجوا بالسبعينيات او الثمانينات او حتى هلا بهاي الايام اضرب بريك خلص وقف عنهم بدوش تتبع. بالمقابل في زملاء بتلاقيهم ما شاء الله up to date وين في مؤتمر بتلاقي رايح وين في مكان علمي بتلاقي رايح وين في بحث علمي رايح وهذا اللي بيميز برضو اصلا بالطواقم الطبية عن بعضية. ليش بقولك هذا والله دكتور مميز عن زميله الثاني تمام لانه تبع في زملاء خلص وقف محل ما خلص تخرجه وتخصصه. هاي الامرجنسي كيت قلنا ممكن تلاقيها جاهزه او انت ترتبها بايدك. المهم Only one agent should be included for each particular need. حكينا على الدواء من يوم امبارح انه اذا فتحناه معنا شهر بعديها بنتلفه اذا ما استخدمناه. انتروجليسرين. طيب خلينا نشوف الكريم بيكون هي اكسجين ايبنفرين ادرينالين نيتروجليسرين البيوترول بيكوز البيوترول بيتا بلوكرز بيتا بلوكرز بيتا بلوكرز انتاغونست اغونست بيتا 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 اغونست سابا التريتمنت هو البيترول صح. طب شو اختصار لايش ابراهيم السابا هلا شاور شورت اكتنج شورت بيت شورت بيت اكتنج بيتا تو ادنس طفي هالمسنجرات تاعتك طفي. كمان عندنا النيتروجليسرين قلنا هي سبلينجوال هاي تحت اللسان للانجينا والام اي تمام. هاي موجود تاب السبلينجوال بدناش جرعتهم يلا طمب ولا جرعت شيء؟ لا هون يعني السترينجز تاعهم تركيزهم وفي عندنا منهم سبراي كمان. الاكسجين طبعا لكل الميديكال ايمرجنسي اعطي اكسجين 10 لتر بالمنت موجود تيجي ستيل سلندرز استطيع في العيادات موجود اكسجين
ايش زي التمام؟ في ماسك وفي لها كمان كالبريشن سهل جدا وبيجي زي اللي معها ستيج بارجيكم فيديو عليه زي نبيلايزر؟ فكروا بالاخير نبيلايزر الاكسجين غير عن نبيلايزر بس زي تاني الى بوتل ايه برضه كمان انتبه بارجيكم يا فيديو البوينت 1 وبوينت 15 ثلاثة ثلاثة سامة هون الارقام سامحه فيها تحت الاكسجين اخليك على 300 سنتر بس الليبن فريند او الادرينالين الرجيك رياكشن اكيوت ازما تمام هنا امبول وفيرز وسرنج جاهز طيب الجلوكوز عشان من الأشخاص اللي صار عندهم أو اللي بصير عندهم هايبوغلاسيميك أبسود عنا يو بيريس أورر ترانسماكوزا بريشن في عندك أورانج جوس كيك آيسين كولا يعني لو وصل لك الاستيتي احسن بدون الانترودكشن طلعت منك منك شوفهم سؤالات بتشن شو لا اي سي 50 اليوم شو هذا شو بدك منك